مبروك الافراج يا شبح. شوف بقى هتديني حقي نقدي ولا مزاج؟ على حق يابا. تصدق يا صحتك جت على الحبس؟ ما تضحك ياه، ما تضحك، خدت افراج. يا سبحان الله، شفت بقى سليم بيه طلع الحال من بعضه. حكايتك شبه حكايتي. شكلك مش مصدقني رغم ان انا صدقت كل اللي حضرتك قلته لي. هو انت ليه يا سليم بيركب دماغك يعني ومش قادر تنسى ان انت ضابط شرطه وان انا حته تمرجي غلبان يعني؟ ده انت حتى بذقت الظلم مش قادر تحس ان واحد غلبان زي ممكن يبقى مظلوم. ليه بتقول كده يا ابراهيم؟ يا باشا انا ما بقولش، سعادتك اللي باين عليك يعني ان انت شاكك فيا، شايف ان انا عيل حرامي سرق العهده بتاعته وبيكذب عشان يهرب ببلوته السودا، مش كده يا بيه؟ والله يا بيه ما بكدب عليك، واللي حكيته لك ده هو اللي حصل بالظبط. وبعدين يا سليم انا مش محتاج اكدب يعني عليك، بعد كل اللي حصل لنا ده هكدب عليك ليه؟ ده انت هربان زي يعني، مش الظابط اللي بيحقق معايا واللي هيثبت عليا التهم. ولعلمك بقى يا سليم بيه، والله انا قاعد معاك هنا بمزاجي، مش غصب عني، ولا هاممني بقى الطبنجه اللي معاك، ولا هاببني اي حاجه. أنا بس مش عايز أسيبك وأنت عيان. بص يا سليم بيه. طيب يا بيه ماشي. أنا هطلع يا بيه، ما تنساش بقى تبقى تاخد الدواء بتاعك المضاد الحيوي عشان الجرح يعني ما يلتهبش. أصل اللي أنا عملته لك ده مش سهل كده يتعمل يعني في صالون ولا في صالة عادي، ده كان محتاج مستشفى وأوضة عمليات. عقيم تنساش تاخد الدواء بيه. عن اسمك انا هطلع اصلي وبريح شويه. يعني انت يا فريده مطمنه عليه انه كويس؟ والله يا طنط كويس وزي الفل وبيسلم عليكم كمان. حبيبي يا سليم. الله يسلمك ويسلم. يبقى لازم اروح له اقنعه يرجع تاني. لا يا طنط، تروحي فين؟ البوليس مراقبك انت وسلمى، ولو اي حد فيكم حاول يشوفه او يتصل بيه هتبقى في خطوره كبيره جدا على سليم. طب ما تتكلمي انت معايا فريده، هو بيقتنع حبيبتي بكلامك، لازم يرجع كده بيضيع حقه. حاضر يا حبيبتي ما تقلقيش. يا ساتر يا رب. وطلعوا مين الولاد دول بقى؟ سواليت ما لحقناش نمسك حد فيهم يا فندم. اه سعادتك عارف ان هم اتنين مجبرين اللي بيراقبوا بيت سليم، والعيال عملوا عملتهم وجريوا من هنا ورايح تزود الحراس على بيت سليم، محدش يهوب من امه او اخته، مفهوم؟ حاضر يا فندم. ومين كان في البيت وقت كل ده ما حصل؟ امه واخته. وفي واحده جارتهم من زمان اسمها فريده. فريده؟ هي مش فريده دي اللي كانت نازله من عندهم امبارح والمخبرين جابوا نمره عربيتها؟ يا فندم، وكانت موجوده في النيابه وقت ما سليم هرب. مين فريده دي بقى؟ وايه حكايتها بالظبط؟ والله هو ده اللي حصل، ما حدش جرى له اي حاجه. ما فيش بس غير ان الشباك اتكسر، وانا ما مشيتش غير لما العيال دي مشيت من قدام البيت، ودلوقتي كمان بقى في حراسه. حراسه؟ أنا السبب في كل اللي بيحصل ده يا حبيبي. ما تحملش نفسك فوق طاقتك، وبعدين أنت في إيه ولا في إيه يعني؟ بقول لك إيه، أنا جبت لك أنت وإبراهيم شوية لبس كده اللي عرفت أتصرف فيه وأحطه في شنطة إيدي. ما تزعلش نفسك بقى يا سليم عشان خاطري.
اخلص يا علي. احنا اسفين يا فندم على اللي حصل ده كله، بس على فكرة سليم هو اللي حطينا كلنا في الموقف السخيف ده. ليه يا صلاح بيه؟ سليم هو اللي أجر شوية بلطجية عشان يجي وتهجموا علينا هنا في البيت؟ أنا مقدر موقفك يا أنسة سلمى، بس ما تنسيش إن سليم هو اللي حطيني وحطكم وحط الداخلية كلها في الموقف السيء جدا ده. أنتوا عارفين دلوقتي البلد ما بقتش زي زمان. حصل خير يا صلاح بيه، بس بكرة الناس كلها لما تراجع نفسها وتعرف إن ابني سليم بريء هيختلف الوضع جدا، وأولهم حضرتك. بس أنا ليه عتاب عندك؟ عندنا؟ أيوه، بدل ما أنت حاطط لنا مخبرين عشان يراقبوني أنا وبنتي ويراقبوا اللي داخل واللي خارج، كان الأولى بحضرتك إنك تعين لنا مخبرين عشان يحمونا من الأوباش دول. أنا آسف، وأوعدك إن ده مش هيتكرر تاني أبدا. هي مين فريدة اللي كانت موجودة وقت الحادثة؟ دي زميلة بنتي وصاحبتها من زمان، كانت خطيبة سليم. طب ما انت عارف كل حاجة، لازمتها ايه بقى الأسئلة؟ لا بس يعني مندهش، بس ان هم كانوا مخطوبين وفسخوا الخطوبة، ومع ذلك هي كانت مصرة انها تبقى متواجدة معاكوا دايما، لدرجة انها كانت موجودة معاكوا في النيابة. ما هو الود ملوش دعوة بالنصيب، ولا حضرتك عايز تحاكمها بحكم انها بتصون العشرة؟ ربنا دايما معروف. على فكرة لو سليم اتصل بيكي بلغيني اللي بيعملوا ده كله مش هيجيب نتيجة، وانا اسف على الازعاج. سلام عليكم. ماما انا لازم اكلم فريدة تنبه سليم، الراجل ده شكله مش سهل ابدا. هو هتعملي كده؟ انت ما سمعتيش فريدة لما قالت ان اخوكي بيقول لها انهم مراقبين التليفونات؟ امال هنعمل ايه ماما، نفضل قاعدين كده؟ بقولك ايه، بكره تروحي لها الشغل اكنك بتزوريها عادي وفهميها كل اللي حصل بالظبط. حاضر. ربنا يستر، ربنا يستر. هعرض لكم فيديوهات اللي صورها بعض اهالي المنطقه، استنونا بعد الفاصل. على النعمة ده انت دماغك اساسا زي ابوك يا ابني، انت صعبان عليك تفرح. مصيبه والحمد لله انزاحت، عايز ايه تاني؟ مصيبه وانزاحت؟ ما هو انت تشغل بالك ليه؟ انت عيل بارد اصلا. لعلمك بقى دي اول مره في حياتك اتفق انا ولطفي ابو المجد في حاجه. الحوار ده مش هيعدي بالسهل يا شادي. طب خد، خد ولع دي هتلاقي الحوار عدى على طول. لا يا شيخ. الله يخليك بيت سنين. اهدى بقى شويه. ابوك ولا ايه؟ لا دي مراتي. الو. ايوه. لا لا جاي دلوقتي. حاضر هكلمك اول ما انزل العربيه. انجي انا بحبك. ايه ابو ورده اترفع وشكلك هتتلسع؟ ها لا لا يا عم، ده حماية وحماتي في البيت ولازم اروح لاتخذ مخالفه. على الطلاق ده تامر، انت عيل برنس، ده جواز ولا وجع قلب؟ اه طبعا، وانا عبيط عشان اعمل في نفسي كده؟ الجواز قال لو اني والله يا ابني بحس ان انجي مراتك دي غلبانه وطيبه. في ست طيبه مع جوزها يا صاحبي، خلي بالك على نفسك. سلام. سلام. وانت مالك يا حماد، اعرفه من قبل كده ولا لا؟ انت كان ليك مصلحه واتقضت وخلاص، ايه اللي يهمك؟ ربنا يخليك هنا يا باشا، وما يحرمناش من عاطفك ابدا. انا بس قلت يعني طالما المصلحه واحده يبقى نحط ايدينا في ايدين بعض. انسى حماد، انا مش عايز اسهر في الموضوع ده ولا من قريب ولا من بعيد. يا باشا سعادتك مش هتبان في الصورة، كل اللي طالبه منك انك تشور عليا بالنصيحه، انت عارف نصيحتك بتفرق معايا كتير قوي. كفاره يا ريس. كفاره دي تقولها لنفسك كده وانت خارج من اداب، انما انا بخارج معلم على الحكومه. فاهم يا بغلي؟ فاهم يا ريس. صح صح كده ماشي. خد لقم دي. ماشي. الله يرحمك يا ندى، الله يرحمك يا عسلية. قطعت بيا يا بت والله. قطعت بيا يا
وربنا قطع الدنيا كلنا يا معلم. بقول لك ايه؟ ما عرفتش الحوار اللي عمله سليم الانصاري في النيابه؟ حوار ايه؟ قالوا ده هو عمل حوار كبير وكان عايز يلبس القضيه كلها لطفه بن مجد وابنه. لطفه بن مجد وابنه؟ اه. لا يا اسطى استنى بقى الحجر يشتغل كده ورسينا على الحوار من اوله. امال ابراهيم فين؟ انا مش شايفاه يعني. مقموس يا ستي. العشاء واخده قوي. عايز نعمله زي اخويا ومتربي معايا وبتاع، مش عارف اعمل له ايه يعني. ما هو بصراحه يا سليم الراجل متثبت من ساعه ما عرف ان انت ظابط، حاول يعني بالراحه عليه شويه. براحتي هي ناقصه محن، انا مش ناقصه في اللي مكفيني. مين اللي جاي دلوقتي؟ ده اكيد الدراي كلين. الدراي كليني في الوقت ده؟ هو متعود يجي متاخر، ما تقلقش. طب بقول لك ايه؟ افتحي له وانا هطلع فوق، مهما كان مين ما تدخلوش يخشوا جوه. ماشي. مساء الخير. أنا آسف على الزيارة اللي مش مترتب لها دي والوقت المتأخر اللي زرتك فيه، بس عاوز أقعد أدردش معاك شوية. دلوقتي؟ عندك مانع؟ ولا الوقت متأخر وعندك ضيوف وأنا أعمل لك إزعاج؟ لا أنا لوحدي، بس أعتقد يعني ما هيش حاجة لطيفة إن إحنا نتكلم في وقت زي ده. ما تكبريش الحكاية أوي كده. الحكاية أبسط من كده بكتير قوي. إحنا هنقعد ندردش مع بعض مش أكتر. أنت في البيت ده لوحدك؟ لا، عايشة مع ماما. بس هي اليومين دول في عمر. سيجارة؟ ما بدخنش. صحيح. واضح إنك ما بتدخنيش. سليم فين يا فريدة؟ وانا شرف. بص يا نسا فريدة، يا ريت تحط نفسك مكاني وتفكري زي ما بفكر. شوفي خيالك ممكن يوصلك لحد فين. سليم ممكن يبقى فين؟ لا حط نفسي مكانك ولا تحط نفسك مكاني. ومتهيألي بقى ده شغلك وانت أدرى بيه. متعصبة ليه؟ مع ان الحكاية كلها كان مجرد سؤال. سؤال ملهوش أي معنى، أكيد أنا معرفش سليم فين. عشان كده اتصل بيك، اتصلت بيه. ما حصلش. قلتلك بلاش عصبية. أنا بتوتر من العصبية جدا. بس تعالي نحكم العقل. سليم في الظروف اللي هو فيها دي، أكيد هتصل بأقرب الناس لي. مامته وأخته هم أقرب الناس لي. طبعًا. بس هو عارف كويس قوي ان مامته واخته متراقبين، يبقى مين اقرب لسليم منك؟ من الواضح ان حضرتك ما تعرفش ان انا وسليم كنا مخطوبين زمان وخطوبتنا اتفسخت، يعني مفيش اي حاجه تربطنا ببعض دلوقتي. بأمرك انك كنت معاه في النيابه. بأمرك انك من يوم الحكايه دي لحد دلوقتي بتوديهم وتروحي وتيجي على البيت. سلمى صاحبتي وطنط ناديه مربياني من واحنا صغيرين، فطبيعي جدا ان انا اقف جنبهم في مشكله كبيره زي دي. عندك حق، لكن انتوا سبتوا بعض ليه؟ صلاح بيه، أنا سمحت لحضرتك تدخل بيتي في وقت غريب زي ده، وعمالة من الصبح أجاوبك على أسئلة ملهاش أي معنى بالنسبة لي. أظن لحد كده بقى كفاية قوي. ولو حضرتك كنت حاطط سليم في دماغك فأنت حر، لكن لحد حياتي الشخصية فمتهيألي إن دي من حقي أنا لوحدي. ولا أعتبر نفسي في تحقيق؟ لا، مين قال إنه تحقيق؟ احنا متفقين انها دردشه. ما اعتقدش ان انا وحضرتك صحاب، وحتى لو لا ده المكان ولا الوقت المناسب لحاجه زي دي. وانا بعتذر لك للمره الثانيه، بس لازم تعرفي ان اللي بيعمله سليم ده هيضره اكتر ما هينفعه. اوعدك لو اتصل بيا هبقى ابلغه الكلام ده، مع اني متاكده ان سليم مش هيكلمني. في حاجه ثانيه؟ أشوف البيت. بس ده مش قانوني. على فكرة في حاجات كتير قانونية أنا ممكن أعملها، بس للأسف هتأذيكي. أنا بعمل ده لمصلحتك. أطلع. أطلع.
متهيالك فيها لحد كده، حضرتك فتشت البيت كله. هو فاضل حاجة واحدة بس وبعدين همشي خالص، إن احنا نشوف الجنينة. بس أنا ملاحظ إن عربيتك راكنة بره. ما أنا مش دايماً بركنها جوه، لما بكون هصحى بدري زي بكرة الصبح كده بسيبها بره. وبعدين يعني ما كنتش أعرف إن حضرتك ناوي تشرفني النهاردة وتضيع من وقتي ساعة، وأنا ما بصدق أوفر دقيقتين أنام فيهم. الشاعر بيقول: وما أطال النوم عمراً ولا قصر في الأعمار طول السهر. تشوف الجنينة؟ طب اقعدين يا جماعة، ما كنا خليناها في السجن بكرامتنا بدل المرمطة السودا دي. المرة اللي فاتت نطينا في زبالة وربنا كان معنا ونجد، إنما المرة ده تقول لي نط في البحر الغمير ده ما بعرفش أعوم. متهيالي كده ما بقاش فاضل حاجة تانية يا صلاح بيه. ده صحيح، بس أنا قلت لك من الأول إن إحنا كنا بنطمن على سلامتك بس مش أكتر. واتطمنت؟ آه الحمد لله، وآسف إني سهرتك زيادة عن اللزوم. ممكن بس أسأل حضرتك سؤال قبل ما تمشي؟ آه اتفضلي. هو أنت ليه مش شاكك ولو 1% إن سليم ممكن يكون بريء؟ ليه مستسلم لفكرة إن هو شيطان وخلاص؟ مش يمكن تكون غلطان؟ ما أظنش. ليه؟ ما بتغلطش ابدا ولا ما تعودتش انك تقف وتفكر انك غلطان؟ انا ظابط مباحث وسليم مجرم وهربان وشغلتي ان انا اقبض عليه بس. حتى لو شايف انه ممكن يكون مظلوم؟ شغلتي كانت مظلوم ومش مظلوم دي شغلانه النيابه والمحكمه اللي هم نفسهم شايفين انه مش مظلوم. بس سليم بريء فعلا؟ لا من وجهه نظرك، بدافع شخصي. وحتى لو بريء طب ما يسلم نفسه، المحكمة تقرر براءته. لكن طول ما هو هربان أنا هفضل وراه لحد ما أقبض عليه وأرميه بنفسي في السجن. أنا آسف إني أزعجتك وسهرتك زيادة عن اللزوم. يلا صباح على خير. أنت من أهله. بالعكس يا وليد، طريقة كلامها معايا شككتني فيها أكتر. يا ابني فهمني، مش معنى إن ما لقيتوش عندها إنه مش هيروح لها في أي وقت تاني، أو يتصل بيها أو تتصل بيه أو تكون عارفة مكانه. طريقة كلامها معايا عن سليم ما بتقولش إن هما كانوا مخطوبين وهيتجوزوا والجوازة اتفركشت. لا، أنا متأكد إنه هيلجأ لها، لأن ما كانش لجأ لها فعلاً. عشان كده عايزكم من بكره تشددوا المراقبه على البيت وعليها وعلى تليفونها 24 ساعه. انا متاكد ان فريده دي هي اول الخيط اللي هيوصلنا لسليم الانصاري يا وليد. طب وبعدين يا سليم بيه؟ انا كل ما افتكر ان صلاح التوخي ده كان قريب مننا خطوتين ركب اتخبط في بعضيها. بس يا عم انت في ايه؟ ما بتفصلش، اسكت بقى شويه. الحمد لله يا جماعه، كويس ان هو عملها وجه وخلصنا منه كده. هيبتدي يدور عليك بعيد عن هنا. بيتهيألك صلاح التوخي مش هيشيل عينه من عليكي، هيفضل كل شويه ينطلك هنا. عشان كده لازم نفكر هنروح فين. انت كده حياتك هتعرض للخطر. ايه يا سليم اللي انت بتقوله ده؟ انت مالك؟ انا اشتكيت لك. انا موافقه يا سيدي. حتى لو موافق انا مش موافق. المهم دلوقتي خلينا ننام، على اللي احنا ضامنينه مش هيجي تاني النهارده. يلا قدام يا بيه. والله ما يجي لنا نوم يا سليم. ايه الله يا ايام، خلصي وبطلي لكاعه. عايزين نوصل المستشفى بدل ما نتلتع زي كل مره. خلاص يا اخويا اهو حاضر، خلصنا اهو. اوه حبيب قلبه بابا ياسين. فطرت ولا لسه؟ فطرت. خلصت الفطار كله؟ كله. حلو قوي، يلا بقى نلعب اللعبه بتاعتنا عشان اعرف وريني العضلات بتاعتك. ها يلا، اوعى تكسبني زي كل مره. سابق. هتكسبني؟ طب وريني. كده بس انت بهدل ابوك زي كل مره. ها اوعى تقول لي ان انا مش قد اللعب. ها حضن البابا، حضن يا حبيب قلب بابا.
ربنا يشفيك يا سين ويزي حالك وما يسوين فيك قادر يا كريم. يلا بينا يلا يا بطل هوب 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 يلا بينا. على فكرة ابراهيم انا مش شاكك فيه زي ما انت بتقول، ولا انا شايفك بني ادم وحش وانا احسن منك بكتير، بالعكس انا من ساعة ما عرفتك ما شفتش منك حاجة وحشة. انت راجل جدع ونضيف وغالبا كده هتطلع مظلوم. والله يا بيه وعز الجلال الله مظلوم، انا اولاد الحرام لبسوني التهمة وعملوا فيها زي ما عملوا معاك بالظبط. وانا مصدقك، بس انت كمان لازم تفهم انا فين. انا اتلعب عليا لعبة كبيرة وانا ظابط وفي عز سيطرتي، مش حال دلوقتي وانا هربان. تفتكر ان انا هصدق حد؟ بالعكس ده انا ممكن اشك في نفسي حد. انت ليه بتقول الكلام ده يا سليم بيه؟ عشان مش عايزك تزعل مني. احنا بين عاملين زي الاتنين اللي بيخدموا مع بعض في الجيش، شلت عني وشلت عنك كتير، وشويه وان شاء الله هتمشي وتسيبني. مش عايزك تمشي زعلان ولا صعبان عليك نفسك. والله يا بيه اذا كان على موضوع الزعل ده شلش هم، يعني مفيش زعل ولا حاجه. موضوع المشي ده بقى اسم ونصيب يا بيه، يعني احنا في قدر وهنهرب من قدر هنلاقي قدر تاني مستنين. بس انا يعني كان صعبان عليا منك ان نبقى عايشين اكلين شاربين مع بعض. سعادتك مخونني يا عم. انا مش مخونك، بعدين انت لسه ما عرفتنيش كويس. بس عايز اقول لك بقى ان انا اكتر واحد في العالم واكتر ضابط ممكن يسمع من متهم ويمشي ورا كلامه. طب انا احكي لك على حكايه. زمان وانا ضابط صغير في واحد اتمسك كان اسمه حوده سيطره. انا حوده سيطره سعادتك؟ مش فاكرني؟ من 5 سنين سعادتك وقفت معايا وجنبه وصدقتني. فاكر المشكله اللي ازيك يا محمود؟ ذكرت بتاعي اهو سعادتك. اي حد من طرفك او سعادتك انا خدامك. ايوه بيه، كان في واحد اتمسك اسمه حوده سيطره. يعني مات بقى على كده ولا ايه اللي حصل؟ حوده بيه